السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. وصفه اليوم هي تحليه معروفه عالميا باسم باناكوتا. هي تحليه رائعه ولذيذه جدا وسهله التحضير وما تحتاج مقادير كثيره. راح نحضروها اليوم مع بعض وراح تشوفوا كيفاش سهله وبنينه بزاف، وقادرين نديروها يعني كتحليه لشهر رمضان. بما اننا على ابواب شهر رمضان الفضيل، قادرين يعني ديروها كتحليه لسهراتكم في الليل. اذا لتحضير وصفه باناكوتا وكولي دو فريز نحتاج الى المقادير التاليه: الفريز هنا عندي او الفراوله 450 غرام تقريبا رطل، نقطعوها قطع صغيره كما راكم تشوفوا هكذا، 80 غرام سكر عادي سكر كريستاليزي، زوج مغارف ماء، حليب، لا كريم فريش قشده طريه، 50 غرام سكر عادي، 3 مغارف كبار ماء، مغرف صغيره لافاني، وهنا عندي 10 غرامات اي ما يعادل مغرف كبيره، ما تعمروهاش بزاف يعني غير شويه، جيلاتين كما قلت لكم اللي تختاروا النوع اللي يكون حلال اي النباتي او البقري، راه متوفر بكثره وراه موجود في كل المحلات. اذا بسم الله نبداو بطريقه التحضير. اول شيء راح نديرو الجيلاتين تاعنا هنايا في غرفيه يعني تكون شويه كبيره، ونفرغوا عليه الماء، قلنا مقدار 3 مغارف ماء، نخلطوهم هكذا نخلطوهم غير شويه يعني خلاص، ونخلوهم على جنب. اذا هنا في الكاسرول تاعنا فوق النار، نار متوسطه، نديرو الحليب تاعنا، نضيفو له لا كريم فريش او القشده الطريه، 50 غرام تاع السكر، ونخلطوهم مع بعض. اذا راح نخلوها فوق نار متوسطه، نخلوها يعني تحمى مليح لكن ما ليقش تغلينا، يعني كي تشوفوها يعني حمات مليح وبدات يعني قربت بدات تغلي نقلعوها من فوق النار. خلاص هكا راه مادنا مليح وقربت يعني تغلى، ما نخلوهاش حتى تغلى، نشوفوها هكا يعني قربت نقلعوها من فوق النار. نفرغوا مباشره لافاني، نخلطوها مليح، ونفرغوا كذلك الجيلاتين تاعنا اللي كنا خلطناها مع الماء هكذا، ونخلطوا مليح حتى نحسوا باللي الجيلاتين دار مع المقادير الاخرين. في الصينيه نديروا اون سيرفييت هكذا كما راكم تشوفوا في الصينيه تاعنا، ونديروا الكيسان، الكيسان يعني ديروا اي كيسان يكونوا عندكم ديروهم على هذه الطريقه، ديروا السيرفييت باش تشد لنا الكيسان تاعنا، ونميلوهم هكذا، ونبداو نفرغو في الخليط تاعنا اللي درناه.
هكذا. اذا راح ندخلوها للثلاجه. اذا كي نديروا الباناكوتا في الثلاجه تبرد لنا، في هذا الوقت نخدموا كولي دي فريز تاعنا. نديروا الفريز تاعنا هنايا في الكاسرول، زوج مغارف تاع الماء و 80 غرام تاع السكر او ما يعادل نصف كاس. هكذا نحركهم شويه غير شويه ونخلوهم يغلاو لنا مع بعض. اذا هكذا كي يغلى لنا الفريز مليح ويذوب هذاك السكر كاع، خلاص هكذا نطفو عليها. الان راح نميكسو الفريز تاعنا بالميكسر. راح نفوتو لي فريز تاوعنا هنا في الصفايه او المصفات هكذا ونمشوها هنا مليح. هكذا الان هذا راح نحتفظوا به في الثلاجه، ندخلوه في الثلاجه حتى كي نخرجوا الباناكوتا تاعنا نفرغوها فوقه. اذا نخلوا الباناكوتا تاعنا 4 ساعات في الثلاجه، بعد مرور 4 ساعات نخرجوهم يكونوا جمدوا نابيه كما راكم تشوفوا راهم جامدين. هكذا نوري لكم وحده، فوالا هذه هي الكميه اللي عطيتها لكم. ندير لكم 6 كيسان من هادو، انا درت هنا فقط 4 كيسان لخاطرش يعني هاد الحاشيه اللي فيها من التحت ما سمحتليش اني ندير كاع الكيسان هنا في رحبه، فقسمتهم على 2 درت يعني صينيتين هكذا كما راكم تشوفوا فوالا. وكما قلت لكم يقعدوا 4 ساعات في الثلاجه يجمدوا لنا ويولوا هكذا. خلاص الان نقلعوهم من الصينيه، نديروا كولي دو فريز تاعنا في الغراف هكذا ونفرغوه فوق الباناكوتا. اذا هذا هو الباناكوتا تاعنا راه جاهز، تحليه بارده معروفه عالميا بالباناكوتا، سهله وسريعه التحضير، ما شدتناش وقت بزاف باش نحضروها، وما من المقادير يعني ما فيهاش حاجه كبيره، وتخرج النتيجه رائعه، باناكوتا لذيذه جدا. ويعني كما قلت لكم تقدروا ديروها كتحليه وسهراتكم في رمضان، او كتحليه ايضا مور فطور او لا مور العشاء. بما ان الفراوله راهي متوفره هاد اليامات كتير في جميع الاسواق وبثمن في متناول الجميع، قررت يعني ندير لكم هذه الوصفه. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وتجربوها انتم كذلك. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.